اهلا بحضراتكم من جديد. دفتر احوالنا المهم النهارده فيه صفقه ومسحه واشاعه سخيفه ومكانه دوليه عالميه بجد. الصفقه اللي اعلن عنها النادي الاهلي النهارده بيضم احمد رمضان المعروف ببيكهام، لاعب ومدافع وادي دجله اللي رجع للنادي الاهلي. بيكهام صفقه مهمه جدا جدا جدا، لان هي دي النوعيه اللي النادي الاهلي دايما مهتم بيها. عندك لاعب جوكر يلعب في اي مكان في الملعب، اي مكان. على فكره هو واحد من ولادنا درس الكوره في الاهلي، واللي كان سماه بيكهام الكابتن بدر رجب لانه كمان كان مهاجم وكان بيجيد ان هو يلعب الضربات الثابته زي ديفيد بيكهام، فخد لقب ديفيد بيكهام من بدري. بيكهام لعب هاف ديفندر باجاده عاليه، لعب سردباك مساك مركزه الاساسي، لعب باك يمين وبيلعب باك شمال، ولو احتاجوه فرود هيلعب فرود. ده اللاعب الكشكولي اللي النادي الاهلي بيحتاجه. انت عندك نقص شويه في الباك رايت بعد احمد فتحي ما مشي، لكن ان انت بترجع اكرم توفيق الهاف ديفندر القوي جدا الواعد اللي بيجيد ايضا اللعب في الباك اليمين. فلما يبقى عندك اتنين لعيبه يلعبوا في اكتر من مركز، لا انت كده عندك مرونه هايله جدا وعندك قدرات متنوعه داخل الفريق. عشان كده كان اهتمام الاهلي بضم احمد بيكهام لفتره، يمكن المفاوضات طولت شويه وناس كتيره اتكلمت فيها، لكن حتى لما عبر عن سعادته جدا انه اول ما خرج من النادي الاهلي كان مركز قوي، هو طالع معار ثم طالع ببيع بحق الشراء، عنده هدف اساسي يرجع النادي الاهلي. لاعب اتربى في الاهلي، عنده هذه القدرات المتنوعه جدا، التعاقد معاه لمده 5 سنين يمثل اضافه مهمه جدا للفريق. بيكهام بعد طاهر، بعد عوده الرباعي المعار المتالق نجوم المنتخب الاولمبي كلهم، اعتقد دي تدعيمات قويه جدا لفرقه الاهلي في الموسم الجديد. دي الصفقه. المسحه بقى اخبارها ايه؟ لانه بقت برضو من اللوازم المهمه للقمه الافريقيه، اخبار المسحه ايه؟ هقول لكم ببساطه شديده جدا. احنا عندنا لغايه دلوقتي مين ايجابي كورونا؟ مين لغايه دلوقتي لو استمر ايجابي ما يلعبش؟ كابتن وليد سليمان ايجابي، كهربا ايجابي المره الثانيه والنتيجه هتبان النهارده ان شاء الله تعالى، نحاول نطمنكم عليها لو ظهرت النتيجه اثناء الحلقه. صالح جمعه ايجابي، واحمد ياسر ريان ومحمد شريف كله عازل نفسه في البيت وخاضع للبروتوكول العلاجي. الاهلي طبعا دخل المعسكر من امبارح باجراءات احترازيه مشدده جدا، لكن اللعيبه المصابه اللي انا قلت لكم عليها وليد سليمان وابنه سليم ربنا يشفيهم يا رب ويعافيهم ويرجع وليد في اسرع وقت ممكن. صالح جمعه حالته برضو يعني واخد الفيروس بشكل شديد شويه وخاضع لبروتوكول مشدد، ان شاء الله تعالى صالح يتعافى ويقوم بقوه وبسرعه باذن الله. ثم كهربا عينه ايجابيه للمره الثانيه لسه هتظهر النهارده، نتمنى ان شاء الله ان احنا نطمن عليه ونطمنكم عليه باذن الله. الاثنين اللي مش مسجلين في افريقيا اللي راجعين، احمد ياسر ريان المعار من الاهلي كان في الجونه، ومحمد شريف اللي رجع بعد اعارته الانبي. ده كان مع المنتخب الاولمبي وده كان مع المنتخب الاول، لكن زي ما بقول لكم في النهايه ده قدره، زي ما المهندس عدلي اعتقد لا يفتى والمهندس عدلي في تجربه الكورونا. قال لك ما بتضمنهاش، ما بتعرفش هي جايه منين. المهندس عدلي كان شديد الحذر والاحتراز، لكن هي دي اقدار. عشان كده مزيد من الحرص شويه، مزيد من الاحتراز في التعامل، مزيد من التباعد، ينجي يا رب ان شاء الله. المسحه الحاسمه هتبقى مسحه الكاف. مسحه الكاف يوم الاربعاء. السلطات الصحيه اللي بتخضع الفرقتين للمسحه الاخيره بتطلع تقريرها مين بره المباراه ومين يسمح له باللعب. عشان كده المسحه الحاسمه مسحه الكاف يوم الاربعاء.
اي حاجه بتسمعوها قبل كده كلام سخيف، كلام سخيف. ان انا قبل ما اطلع هوا دلوقتي يقول لك في موقع كاتب انباء عن اصابه محمد الشناوي حارس الاهلي بكورونا. هو في سخف اكتر من كده؟ بجد احنا بنهزر في المرض؟ وفي حاجه في الصحافه للاعب؟ اصل ده خد عينه وتم تحليلها مبدئيا، كل اللعيبه بخلاف اللي انا قلت لحضراتكم عليه كلهم الحمد لله عينتهم سلبيه، يعني كله خالي من الفيروس، الشناوي وغيره. لكن فكره انباء، انباء عن ايه؟ ما هي العينه طلعت يا يا لا، لا تقبل لا الانباء ولا الاجتهادات. دي مش، ده مش مجال اجتهاد صحفي ولا مجال ضرب اخبار علشان اهز الطرف الثاني واثر على جمهوره، هي كده. لكن انا كمان عايز اطمن حضراتكم واطمن كل الجماهير على نجوم نادي الزمالك. الحمد لله تشافى وتعافى الكابتن حازم امام. حازم كانت عينته سلبيه او كانت ايجابيه تحولت والحمد لله الى سلبيه. محمد حسن لاعب الوسط ايضا عينته تحولت الى سلبيه، والاثنين الحمد لله شفيا ويحق اليوم المشاركه في المباراه. اللي مستمر ايجابي كابتن مدحت عبد الهادي مدرب الفريق النهارده، واحمد نادر السيد الحارس الصاعد اللي ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، حارس صاعد ابن الكابتن نادر السيد اخونا وصديقنا العزيز، ابنه اتمرن مع الفريق الاول في الفتره بتاعه النقص العددي، جت نتيجته ايجابيه ان شاء الله تعالى، هو خاضع للبروتوكول العلاجي وباذن الله يخف هو وكل زمايله. النهارده اتقال كمان انه محمود حمدي الونش مدافع الزمالك عينته ايضا ايجابيه. نتمنى للجميع باذن الله تعالى الشفاء، وان شاء الله الكل يخضع للبروتوكول العلاجي. المسحه اللي هتجرى يوم الاربع هتكون حاسمه مسحه الكاف، مين اللي هيشارك في المباراه ومين هيتم استبعاده. غير كده ارجو ارجو ان احنا نتعامل، وفي اكتر من ان احنا بنتكلم في مرض، ازاي ده يكون مجال لاجتهادات صحفيه او ضرب اخبار او تصدير ازمات او محاوله الضغط على الجماهير؟ الاهلي في احسن حاله، الاهلي لعبته في قمه التركيز، بيأدي تدريباته بتركيز شديد جدا، اللي عينتهم ايجابيه لغايه دلوقتي قلت لحضراتكم عليها. يوم الاربعاء هتكون المسحه الحاسمه مسحه الاتحاد الافريقي. لكن القرعه المهمه اللي اتعملت النهارده قرعه الدوري الممتاز. الناس اللي شايفه ماتش الاهلي والزمالك تقيل على اعصاب الجماهير لازم يتعودوا ان الاهلي والزمالك ربما يقابلوا بعض اليومين الجايين اربع مرات، اربع مرات، فتعودوا بقى على لقاءات الشد العصبي ده. الاهلي والزمالك هيلعبوا يوم 27 نهائي دوري ابطال افريقيا. قرعه الدوري الجديد حطتهم مع بعض في الاسبوع الرابع. الدوري الجديد علينا وعليكم بخير يبدا 11/12. يعني تقريبا على نهايه 12 لو الجدول انضبط ومشي ما تاجلش المباراه ولا حصل زي ما حصل السنه اللي فاتت، هيكون ماتش الاهلي والزمالك ربما في نهايه ديسمبر بدايه يناير، هيبقى ده المباراه الثانيه، لا الثالثه. ليه؟ الاهلي في كاس مصر عنده يوم 1/12 هيلاعب الاتحاد السكندري في السيمي فاينل، والزمالك في نفس اليوم هيلعب مع طلائع الجيش. طب إذا كسبوا الاثنين يوم 5/12 ضاربين ميعاد جديد. 5/12 القمة الثانية، يعني إذا كان 27 هتبقى القمة الأفريقية، القمة المصرية على كأس مصر المحتملة لأنه الاثنين في السيمي فاينل المحتملة هتبقى 5/12. طيب 5/12 قمة محتملة في كأس مصر، بس كمان على نهاية 12 قمة مؤكدة في الدوري في الأسبوع الرابع. والاثنين لو لعبوا الكاس هيبقى في مباراه سوبر، هيبقى في مباراه السوبر المحلي. الاهلي بطل الدوري، الزمالك حتى لو طلع تاني في الكاس هو هيلاعب الاهلي في السوبر المصري. فعشان كده بقول لكم الناس اللي بتاخد مباريات القمه بتوتر وشد عصبي اتعودوا على انه مش هتبقى مره، هتبقى اربع مرات في خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. دي قرعة الدوري اللي هيستهل الأهلي الأسبوع الأول فيها مع مصر المقاصة، والأسبوع الثاني هيلعب مع غزل المحلة، والله زمان يا محلة،
الاهلي هيلاعب المحله في الاسبوع الثاني، ثم الاتحاد السكندري، ثم الزمالك في الاسبوع الرابع، ويستمر الجدول لنهايته. يمكن سيراميكا كليوباترا الضيف الجديده على الدوري لاول مره هيلاعب الاهلي في الاسبوع السادس. الاهلي هيختتم الدوري ختام صعيدي، هيبقى مع اسوان في الاسبوع ال 17. هيلعب الخامس السادس قلت لكم مع سيراميكا كليوباترا، السابع مع الانتاج الحربي، الثامن الاهلي والاهلي، الاهلي مع البنك الاهلي، والتاسع مع المقاولين العرب، العاشر مع بيراميدز. في الاسبوع ال 11 هيلعب سموحه، وبعدين يلعب الاسماعيلي ويلعب انبي، وفي الاسبوع ال 14 هيلعب طلائع الجيش، وفي الاسبوع ال 15 هيلعب المصري البورسعيدي، اما الجونه هيبقى في الاسبوع ال 16، والاخير زي ما قلت لكم ختام صعيدي للدوري الاهلي مع اسوان. يبقى الاهلي بيبداها بالمقصه ويتني بالفلاحين ويختم مع الصعيد. ده جدول الدوري تقريبا ما فيهوش كتير اختلاف عن جدول السنه اللي فاتت، بالذات في مباراه القمه اللي هتبقى في الاسبوع الرابع. لكن كان الجديد بتاع القرعه النهارده انه اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكره اسندت الى الكابتن مازن مرزوق رئاسه او اداره لجنه المسابقات. اتحاد الكره الحالي اللجنه الخماسيه اخر حاجه ليها نهايه الشهر الحالي. معرفش انت بتعين، مع كل الاحترام والتقدير للكابتن مازن مرزوق، عشان يدير. طيب ده اللوجو الجديد، شعار المسابقه الجديد، لكن زي ما بقول لكم مؤكد ان يبقى فيه توافق على مين اللي هيكمل. سمعت الكابتن محمد فضل قال انه مازن مرزوق الراجل من السنه اللي فاتت هو متعاون معاهم، ولما طلبت منه حاجات كتيره جدا في وضع الجداول كان متعاون مع الاتحاد. لكن زي ما بقول لكم المجلس نفسه بتنتهي مهمته نهايه الشهر. لما بيعين حد دلوقتي، احنا تعودنا انه كل مجلس وهو بيأدي او بينهي مشواره كل اللجان المسؤوله فيه بتستقيل، وبتدي فرصه للمجلس الجديد المنتخب انه يشكل كوادره ولجانه. شفنا العكس، مجلس بيمشي بيعين مدير للمسابقات، لكن مؤكد انه الفراغ اللي ترك في لجنه المسابقات دفع الاتحاد انه يعين مازن مرزوق رئيسا للجنه. نتمنى ان احنا نلاقي ضوابط كتيره، نتمنى ان الجدول يلتزم، نتمنى انه المواعيد تحترم من الجميع، علشان فعلا دي مسابقه يمكن المهندس عدلي اشار ليها في الاول، ان احنا عندنا كوره بجد، عندنا مسابقه قويه بجد، عندنا مسابقه بتنتج فرقتين يلعبوا نهائي افريقيا، عندنا مسابقه فيها من اللعيبه ذات الكفاءه اللي بتخرج واحد. هو محمد صلاح طلع منين؟ طلع من هذه المسابقه، انه يوصل ينافس على احسن لاعب في العالم، طلع من هذه المسابقه. مزيد من الانضباط، مزيد من الالتزام، مزيد من الاحترام، مزيد من الوضوح، مزيد من الاجراءات السليمه جدا والعداله الكافيه، هنروح في حته ثانيه. ونتمنى انه الاستاذ عمرو الجنايني قبل ما يسلم ورقه ينتهي من انجاز مشروع رابطه الانديه المحترفه. هنرجع لنقطه الصفر يا باشمهندس هاني، لو سمعت للي حواليك وقالوا لك بلاش الرابطه، وطلع الحاج محمود الشامي قبل كده وقال كل ما بنوصل لنقطه معينه عشان نعمل رابطه الانديه المحترفه المستقله، الناس اللي مع المهندس هاني ابو ريده تعطلها على اساس انه الابقاء على البطوله في ايديهم هي دي البقره الحلوب، مسابقه الدوري اللي بيعيشوا عليها واللي بيتعايشوا من خلالها واللي بيتم منها التواصل مع الانديه وتوزيع الشيكات و و و. لا، دي مسابقه محترمه في دولة عريقة جدا كرويا، العالم حوالين مننا كله بيتطور وبيتقدم، مش هينفع نفضل عند النقطة دي. أنت زي ما الأستاذ عمرو الجنايني شفته مع الزميل أحمد موسى بيشرح فكرة الرابطة وبيشرح اهتمامه بإنجازها، نتمنى إنجاز هذا المشروع عشان ما نقعدش دايما وأبدا في اتهامات لا للمهندس هاني ولا لأي لرئيس الاتحاد. المسابقة ليها أطراف في مجلس منتخب من الرابطة، من الاعضاء من الانديه ال 18، كل نادي ببساطه شديده جدا، كل نادي في المسابقه بيرشح شخص من عنده، من بره مجلس ادارته. ال 18 بينتخبوا مجلس فيه خمس اشخاص. ده مجلس اداره الرابطه، اتحاد الكره بيعين اثنين،
الرئيس يكون من الخمسة المنتخبين مش من الاثنين اللي من الاتحاد، يديروا المسابقة بكافة أطرافها بقى، كل تفاصيلها مسؤولية هذه اللجنة. لا هيتقال الاتحاد الفلاني جامل للنادي العلاني، ولا مش عارف الاتوبيس الفلاني ما وصلش والمباراة ظروفها عايزة تتأجل، وندخل في المشاكل بتاعت كل سنة اللي ما بنتعلمش منها ولا بنخرج منها. خلي اللجنة تدير، توزع حقوق البث بتاعتها، توزع كل الحقوق التسويقية الخاصة بيها، وتدير مسابقتها وجداولها. والاتحاد بعد كده مجلس إدارة الاتحاد عنده مهام ضخمة ومهام كبيرة، سواء خاصة بالمنتخبات الوطنية، خاصة بمسابقات الناشئين، خاصة ببطولات الهواة، خاصة بالارتقاء بالتحكيم، انتشار اللعبة، مهام كبيرة جدا يتفرغ لها اتحاد الكورة. نتمنى إنجاز هذا المشروع، لكن زي ما قلت لحضراتكم إحنا في مكانة كويسة، إحنا محتاجين ناخد بالنا. دي مسابقة كويسة بتفرز النادي الأهلي. هو أنت ليه عايزين بتفرز النادي الأهلي بوصوله إلى قمة أندية العالم في القرن الواحد وعشرين؟ الأهلي في القرن الواحد وعشرين في البطولات هو نمبر ون. أنتوا متخيلين أنه جائزة كبيرة زي جائزة مجلس دبي الرياضي لجوائز الجلوب ساكر في 2020، جلوب ساكر في الإمارات الجائزة العالمية، عايز يعمل تصنيفات أو اختيارات أو جوائز لأفضل نادي في القرن الواحد وعشرين، أفضل نادي حتى الآن، أفضل نادي في العام الحالي 2020، يعني في جوائز خاصة ب2020 وجوائز خاصة بالقرن الواحد وعشرين حتى الآن بمناسبة مرور 20 سنة من هذا القرن. فيجي النادي الأهلي في مقدمة الأندية اللي بيتم التصويت عليها ضمن أبرز الأندية في القرن الواحد وعشرين. الأهلي مصدر فخر وطنه وجمهوره، بيتنافس مع برشلونة وريال مدريد والبايرن ميونخ واليوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان على جائزة أفضل نادي في القرن الواحد وعشرين. ولو افتكرنا عدد البطولات اللي تحققت في القرن الواحد وعشرين قاريا ومحليا هتلاقوا الأهلي رقم واحد، لكن التصويت من الناحية الجماهيرية واللجنة اللي مشكلها مجلس جائزة دبي هو اللي بيصوت سواء على جوائز العام أو جوائز القرن الواحد وعشرين. محمد صلاح بينافس على جائزة أفضل لاعب هذا العام، ونجوم كتار برضو داخلين في جوائز سواء أحسن مدرب أو أحسن لاعب أو أحسن فريق. نتمنى إن شاء الله تعالى إنه النادي الأهلي يكون التصويت الجماهيري وأيضا تصويت الأعضاء اللجنة المشكلة تكون في صالح الأهلي ومحمد صلاح بإذن الله. ده زي ما قلت لكم الخاص بهذه الجائزة العالمية الكبيرة اللي نتمنى بإذن الله تعالى الأهلي يكسبها ومحمد صلاح يفوز بيها. لكن زي ما أنا قلت لكم حتى بالنسبة للمدربين، أفضل المدربين خلال القرن الحالي سير أليكس فيرغسون بينافس ديل بوسكي وجوارديولا وأنشيلوتي وديشام ولوف وجوزيه مورينيو وسكولاري ومارشيلو ليبي، أسماء تقيلة جدا. زين الدين زيدان بينافس على جائزة أفضل مدرب هذا العام، لكن محمد صلاح عنده منافسة كبيرة جدا. نتمنى انه التصويت يكون في صالحه وفي صالح النادي الاهلي، ونتأكد ان احنا عندنا كورة بتنتج نجوم عالمية ونادي بقيمة الاهلي مصدر فخر وطنه وجمهوره. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا في الغربال.